السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعي قنوات الكاس الرياضية في حلقة جديدة من برنامج ثنتين ونص. مثل ما عودناكم راح ناخذكم إن شاء الله في جولة في مختلف الفقرات، راح أيضا نسلط الضوء اليوم إن شاء الله على أخبار دوري أبطال آسيا والكثير مع زملائي. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور ناصر وعبير ومشاهدينا. اليوم راح نتكلم عن جولة سياحية داخلية في قطر، راح ناخذكم في جولة جدا ممتعة ومميزة، كونوا على تواصل. أكيد بجانب كثير من مواضيعنا وضيوفنا المميزين مثل ما عودناكم وأخبار السوشيال ميديا، خلونا نبدأها بالعناوين. دوري أبطال آسيا، السد يغادر المنافسة في الوقت القاتل. ربع النهائي من دوري أبطال آسيا يقترح مواجهة سعودية خالصة بين النصر والأهلي. السياحة الداخلية قطاع واعد تطور دوره خلال جائحة كورونا. طبعا حابين نذكر مشاهدينا بمشاهدة حلقة ثنتين ونص لايف على صفحتنا على الانستغرام @ثنتين ونص. أكيد وفي مثل هاليوم خلونا نتذكر مع مشاهدينا منتخبنا الوطني في الفروسية اللي أخذ الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2014. خلونا نشوف هالتقرير. في مثل هذا اليوم في 28 سبتمبر من سنة 2014 حصد فرسان قطر الذهب الآسيوي في مدينة أنشون الكورية، حين تربع فريق قطر على عرش حواجز دورة الألعاب الآسيوية. وبالميداليات الذهبية نشوف زميلنا ناصر الغزالي كان أحد فرسان هذه البطولة. بس كلمنا عن مشاعرك وقتها ناصر، لأني قاعد أشوفك قاعد تتأمل التقرير بضمير. بالفعل يعني الواحد يمكن في هالرياضة وفي مختلف الرياضات يمكن يتعب، يتمرن، يسافر، يبتعد عن بلاده، يبتعد يقترب لفترة طويلة، وهذا اللي ممكن صار معنا في ذيك الفترة. كنا نعسكر بست سبع شهور ثمان شهور تمرين يومي، جيم غيره، ضغط نفسي خصوصا في مثل هذه البطولات، عندك ضغط نفسي كبير لما تكون أمل كبير يحطونه عليك، سواء من بلادك، سواء من كادر رياضي، سواء من زملائك الفرسان أو إخوانك الفرسان. فمثل هاللحظات ومثل هذا التتويج لما تسمعين الشهيد الوطني، لما تمسكين الميدالية، يمكن التعب في الأربع وثلاث سنين اللي قبلها تنسينا كله في هذه اللحظات البسيطة. أكيد طبعا تحس بالفوز يا ناصر، بعدين انت متالق كمذيع ومتالق كفارس، فعلا نتمنى لك التوفيق. نتمنى له دائما التوفيق، رافع الرايه دائما. الله يجزاكم خير. ونبدا حلقتنا اليوم خاصة نوقف في روسيا وندخل في دوري ابطال اسيا ونشوف معكم هذا التقرير للاسف يتحدث عن يوم امس وخروج نادي السد. كرة القدم هنا كانت تستحق إبراز ابتسامتها، وهي التي حررت قارتها ونزعت عنها كمامتها. غير السد الديار وكان عازماً على تحقيق الانتصار، لكن استاد المدينة التعليمية كان شاهداً على نهاية المشوار. انطلاقة حذرة من كلا الطرفين قبل أن تنطلق تيكي تاكا الكتالوني تشافي في استعراض لوحاتها، عندما سدد مواطنه كاتزورلا صاروخية برع في صدها حارس العرين الإيراني. السؤال الذي ساور المايسترو تشافي عندما ترجل حجرات الملابس بين الشوطين، أي حل لفك شفرة التكتل الدفاعي الإيراني ليبحث عن الإجابة بإقحامه لحسن الهيدوس، لعل الشباك تتعاطف مع أقدامه. ساد الهدوء الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء، وفيما بدا رضاء الطرفان اللجوء إلى الوقت الإضافي، خطف بيرسيبوليس بطاقة الترشح برأسية قاتلة لعيسى الكسير. أمسية حزينة على السدوية كتبت معها نهاية الأمال القطرية في التتويج بلقب البطولة الآسيوية، وأن يفسح المجال لكتيبة إيرانية انتظرت موقعة سعودية لتكتشف هوية خطوتها المستقبلية. المواجهة بشرت بتنافس حامل وطيس منذ البداية، ليدخل التعاون ومواطنه النصر صلب الموضوع دون فترة جس للنبض، وتتهاطل المحاولات التي مالت كفتها للشمس. شوط ثاني كانت ملامحه واضحة،
دفاع تعاوني منظم وماكينة هجومية تطمح لمعانقة الشباك مهما كلفها الأمر، ولتأتي الحلول من المخضرم عبد الرزاق حمد الله لينصب نفسه بطلاً للموقعة بهدف قتل المباراة وحلق بالنصروية إلى دور الثمانية. إذن هذه كانت بالنسبة لمباريات يوم أمس، وربما من المؤسف أن نشاهد نادي السد بهذه التشكيلة وبهذا الدعم وبهذا الأمل اللي كان عليه في من خلال مباريات يوم أمس يخرج من دور 16 بخسارة لم تكن مقبولة بالنسبة للجميع سواء في السوشيال ميديا أو في الإعلام أو للمجتمع بشكل عام، ولكن هذا هو حال كرة القدم، في النهاية يوم لك ويوم عليك. بالتأكيد هارد لك لهم، ونتمنى لهم الفوز ونتمنى لهم a better luck في الأيام القادمة بإذن الله. مشاهدينا ننتقل إلى الزميلة عبير وفقرة السوشيال ميديا. جولة السوشيال ميديا الخاصة بكواليس دوري أبطال آسيا نستهلها من صفحة نادي بختكور الأوزبكي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث لا زالت الاحتفالات متواصلة بالتأهل التاريخي إلى دور الثمانية، لتنشر فيديو حيث يبين الأجواء والاحتفالات التي شهدتها غرفة تغيير الملابس بعد الانتصار الثمين على استقلال طهران الإيراني. تفاعل المعلق الإيراني مع هدف بيرسوبوليس الذي سجل في مرمى نادي السد في الأنفاس الأخيرة حظي بمشاركة واسعة لدى عشاق الكتيبة الحمراء، وهو الذي صعد بهم إلى الدور الثمانية للحفاظ على أمال التتوج باللقب القاري. خدایا تو هم پرسپولیسی باش. یه سانتیره یک سر و حالا ایصال کسی رو گل. عشق کار خودشو کرد. عشق کار خودشو کرد. خدای من. خدای من. با هم ببینیم عیسی خودشو جدا کرد از اکرم عفیف. ایصال کثیر این سر عالی و گل پسر خود ماه انقدر ماه نیست که تو انقدر ماهی سر هنرمندانه ای که همه رو واقعا به وجد میاره بوم پرسپولیس ایران یک از صدقه. الصفحة الرسمية لنسخة دوري أبطال آسيا في نسختها 2020 نشرت فيديو أرفقته بهذا التعليق عندما تخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، حيث نقلت الفرحة الكبيرة لوفد نادي بيرسوبوليس مع صافرة النهاية لمواجهة السد. صفحة نادي السد الرسمية على تويتر نشرت تغريدة تضمنت تعليق المدرب الأسباني تشافي أثر الانسحاب من مسابقة دوري الأبطال، حيث اعتبر أن كرة القدم لم تكن منصفة، وشعوره بخيبة أمل كبيرة للنادي ولمشجعيه، بالإضافة إلى تأسفه عدم الاعتماد على تقنية الفيديو فار خلال هذا الدور. في
يوسف الكوبي أحد أبرز المرشحين عن منطقة الغرب لبلوغ العرس النهائي لدوري أبطال آسيا، لا يزال يستعد للتصفيات القارية من خلال الدوري المحلي الذي نقلت صفحته الرسمية على اليوتيوب أجوائه على النحو التالي. إلى هنا نصل لختام هذه الجولة، نستكمل الآن بقية فقرات برنامج 2:30 وعودة للزملاء. شكرا لك عبير، ونستكمل أخبار دوري أبطال آسيا. في صباح هذا اليوم تم سحب أو عمل قرعة للأدوار الختامية بالنسبة لي أو دور ربع النهائي بالنسبة للفرق المشاركة. راح تكون مواجهة سعودية بحتة بين النصر والأهلي في مواجهة جدا قوية راح تكون بينها وبين هذه الفريقين، وأيضا المواجهة الأخرى راح يكون بختكور الأوزبكي في مواجهة البيرسيبولس الذي انتصر على السد في يوم أمس بهدف مقابل لا شيء. مباراة راح تكون جدا قوية، ربما الفرق السعودية نوعا ما غير محظوظة بحيث أنها وقعت كلها في نفس المجموعة وفي نفس المباراة، ولكن هذا هو الهدف من القرعة. راح تكون مباراة جدا مهمة وجدا قوية بالنسبة لدوري أبطال آسيا. من دوري أبطال آسيا نروح للسياحة، ولكن هذه المرة السياحة الداخلية. يمكن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على السياحة العامة أو السياحة الخارجية، ولكن بشكل مختص ساعد على السياحة الداخلية بشكل أكبر ونمى بشكل كبير السياحة الداخلية. تعرف على هذا الموضوع بشكل أكبر من خلال هذا التقرير. في الماضي لم تكن تلك النافذة تعني لنا الكثير، لم نكن نعلم قيمة راحة البال ولم يؤرقنا التفكير، فنوعنا خرائطنا متى شاءت أيادينا التغيير. اليوم بدأت ذكرياتنا تتحرر من أسر العيون بعدما أعطت أيام الحجر قيمة وأثرت أحاديثنا بالشجون، ولنستجمع قوانا ونتدرج في زيارة معالم الحياة ومسارح الفنون. قيود الحجر الصحي فرضت واقعاً جديداً مليئاً بالمتغيرات، ولنلغي التحليق بالطائرات وبرمجة السفريات وتتجه بوصلة برامجنا إلى بدائل داخلية تفي بالمتطلبات. كان لزاماً أن تساهم السياحة الداخلية في خطة تقليص القيود والتخفيف من وطأة أشهر من التزامنا البيوت، ليستجمع القطاع قواه وينطلق من جديد مستوفياً كل الشروط. استقبلت فنادقنا الباحثين عن الاستمتاع بالهدوء والاستجمام بعد فترات الحظر، وعملت على الالتزام ببروتوكول صحي في سبيل حماية وسلامة زوارها، وتكفلت بتأمين أنشطة تتلائم مع قواعد التباعد الاجتماعي وتتماشى أيضا مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة العامة. فتحت المراكز التجارية أبوابها لترحب بعشاق التسوق، ورسمت خططا لتجنب الازدحام والتأكد من حرارة مرتديها، وعملت على تعقيم المساحات على مدار الساعة، ما بعث راحة وطمأنينة لدى الزوار. استرجعت تلك المجمعات مشاهد قديمة مليئة بالحياة، ونجحت في إسعاد الناس مجددا باسترجاعهم ذكريات تجارب التسوق الفريدة ومتعة استكشاف أحدث الانتاجات ومواكبة آخر الصيحات. المطاعم أيضا عادت مطابخها لتوفر لزبائنها أشهى الأكلات ولتمنحهم الثقة والأمان من خلال التزامها بالطاقة الاستيعابية التي فرضتها جهود مكافحة الوباء والتزام موظفيها بقواعد النظافة وحفظ الصحة. أوقفت هذه الجائحة ساعاتنا عند خزان الذكريات، أشهر مرت واستعادت نغمة الدقات، فكانت السياحة الداخلية الملاذ الآمن ومرجع الابتسامات.
ورجعنا لكم مشاهدينا، ومعانا اليوم ضيفة الأستاذة نورة سلمان العامري، صاحبة شركة ترتيبكم للسياحة، متواجدة اليوم معانا. أهلين فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. أهلا ومرحبا. خلينا نتكلم في البداية عن السياحة الداخلية وحبك لهذا الموضوع. كيف كانت بدايتك في ترتيب وتنسيق الرحلات الداخلية؟ هو شغف، يسمونه شغف السياحة. أول شيء كان أمس يوم السياحة العالمي، وكان يوم شوي أنا بالنسبة لنا حزين كسياحة عالمية، صحيح. بس كسياحة داخلية في قطر لا، بالعكس الحمد لله إن صار في نشاط في السياحة الداخلية في قطر بشكل كبير وملحوظ الحمد لله. بداية لنا شركتنا بدأت 2014، إحنا كنا شركة محتضنة من قبل حاضن قطر لريادة الأعمال تحت المجلس الأعلى للسياحة. تم احتضاننا كفكرة بسيطة إن إحنا نسوي جروبات سياحية بسيطة للسيدات، اختصرنا بالذات للسيدات لأن هذه الفئة كانت شوي يعني ما لها سياحة أو في تخوف كمجتمع قطري محافظ. فبدينا بسياحة النساء سواء كان سياحة خارجية أو داخلية. داخلية كنا على بسيط، يعني في موسم الشتاء من شهر 10 يبدأ المتخيم، فنبدأ نطلعهم سي لاين أو نطلعهم الكاياك الشمال، فحيث إننا ما كنا فاهمين مفهوم السياحة. لكن سبحان الله جائحة كورونا هذه قلبت الموازين كلها فعلا، يعني علمتنا أن بلادنا تستحق أن احنا نرجع لها ونشوف شنو السياحة اللي في الدوحة. بالتأكيد كشفنا منها سياحة فظيعة. بالتأكيد عندنا أماكن كثيرة جميلة، ترى كل بلد فيها سياحة، رب العالمين خلق كل بلدان فيها سياحة، بس اللي يشوفها احنا ما كنا شايفينك نعم يعني عليها. بس من بدينا مع جائحة كورونا نشوف السياحة اكتشفنا أشياء كثيرة في الدوحة وجميلة سواء سياحة صيفية أو شتوية. بالفعل أستاذة، تكلمينا عن الفئات العمرية الأكثر إقبالاً على هذه الرحلات التي تنظمينها. الفئات العمرية والله في فئة محددة، يعني أنا عندي من الأطفال لغاية سن 60-70 سنة كلن يطلع مع السياحة سواء داخلية أو خارجية، وحسب الرحلة اللي ننظمها. يعني في رحلات إحنا ما نأخذ فيها أطفال بتكون شوي خطرة على الأطفال، في رحلات لا تكون عائلية يعني الأم وعيالها، نسوي مخيمات، نسوي نروح سيلاين، نروح الشمال، يعني كل أرجاء البلاد. ففي رحلات كذا وفي كذا يعني، بس إحنا فترة كنا مقتصرين على السيدات، بس من بعد الجائحة لا فتحنا للعوائل بعد، فصرنا سيدات وعوائل. جميل. خلال تجربتكم لترتيب مثل هذه الرحلات السياحية، مدى مفهوم يعني تطور هذا المفهوم عند المجتمع كثقافة السياحة؟ وكبداية ما كان صراحة في مفهوم للسياحة، مفهوم سياحة إني أسافر برا. نعم. بس يوم بدينا نفهمهم من السياحة في البلاد حلوة وفي أماكن، في أماكن أنتم ممكن أقول لهم ما زرتوها، تقول إحنا رحت مع ريلي مع عيالي، لا أنت رحتي ما شفتيها، أنت رحتي بس لفيت وطلعتي، بس ما عشتي المكان، ما جربتي المكان، ما عرفتي المكان. صحيح. فلما تطلع معانا تقول أنا ما عشت المكان، تقول أنا ما جيته، بس أنا أتذكر إني مريت عليه، بس ما يعني إحنا نعيشهم التجربة نفسها، نعيشهم المكان، فبدت الثقافة تتغير، فصار إقبال كبير كبير على السياحة الداخلية، وحبهم إنه والله إحنا صراحة الحسافة اللي كنا نسافر ما كنا نعرف إن بلادنا فيها سياحة. هل من رأيك إن السوشيال ميديا أثرت وساعدت على هذا الإقبال؟ يعني إحنا لأن عارف أن أنت عندك جروب كبير في السوشيال ميديا لمتابعة مثل هذه الأمور، راح نتعرف على الموضوع أكثر، راح نناقش الموضوع أكثر، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا بعد هذا الفاصل، نستكمل حديثنا مع السيدة نورة العامري. يمكن طرقنا لموضوع السوشيال ميديا وأهميتها في نشر السياحة الداخلية، خصوصا نعم. احنا مثل ما عرفنا ان عندك جروب داخلية وجروب لمتابعة هذه الأمور، جروب سياحي، في عندنا قسم السياحة والسفر. هالجروب فيه تقريبا فوق 200 من الأعضاء، كل أخبار السياحة سواء داخلية أو خارجية يلاقونها بهالجروب أول بأول، يعني كل حدث في قطر يستوي ينحط في هذا الجروب. فأعضاء الجروب ما شاء الله عليهم نشيطين نشيطين جدا، يعني يمكن حبهم في السياحة يبون أخبار العالم كلها أول بأول، شو اللي يصير، يبون مدن ومناطق غريبة أنا عمري ما سمعت فيها، يعني مدن غريبة يجيبوا لك إياها، قرى ما تتخيلين ممكن في قرى في العالم كذي. فكل واحد زار قرية أو سمع عنها أو سوون بحث سيرش، فدائما هالجروب ما شاء الله يعني مثري مثري جدا
حق اللي يحب السياحة. سبحان الله. أستاذة نورة، تكلمينا عن الرحلات اللي تنظمينها، رحلات الاسترخاء والاستجمام ورحلات الريلاكسيشن ورحلات اللي تساعد على تغيير من الطاقة النفسية والطاقة، يعني طاقتنا إن جنرال، خلينا الإيجابية. خلينا احنا نسوي رحلات مخيمات، هاي طبعا كل شهر نسوي رحلة في فندق من الفنادق. حلو. وكل شهر أغير الفندق بحيث ان احنا نحرك الاقتصاد في الدولة، أنا ما نحصر مثلاً حصرياً في فندق معين وما نغير، لا، كل مرة في فندق معين، فهذه حركة اقتصاد الدولة، يعني هذا الهدف من السياحة. بدينا بالوكرة، بعدين بالبنانة، بعدين بالشيراتون، بالريتز كارتون، حالياً عندنا رحلة ثالثة الحين بتكون في الهيلتون إن شاء الله آخر الأسبوع. فهذه الفنادق احنا نسوي فيها مديتيشن على الصبح، أول الصبح يسوون يوغا، يسوون مديتيشن، يطلعوا يتمشون على الرمل من غير حذاء الله يعزك، من غير شوز، يتمشون على الرمل يحسون بالطبيعة. في ناس تحب تسبح من الصبح يسبحون. بعدين نوفر لهم السبا، يا أما تكون السبا من ضمن الباكج أو نعطيهم خصومات خاصة من الفندق 20-30% على السبا، اللي تحب تسوي لها مساج، حمام، أي نوع من أنواع الريلاكسيشن. بعدين نقعد جلسة يعني هادية في قراءة كتاب أو محاضرة هادية للترويح عن النفس، فصير نقاش بين الأعضاء كلهم وكل وحدة متنفس عن نفسها، فيطلعون في هذا اليوم بالذات يعني مسترخين استرخاء كامل. عندنا مثلا من الرحلة اللي نسويها تنظيم الزهور، يعني هذه بروحها هدوء، لما تيجي تنظمين الورد والزهور وتفكرين في الورد، هذه بروحها استرخاء يعتبر. أكيد طاقة حلوة. إيه طاقة حلوة يعتبر. نسوي لهم ألعاب، نجيب مثلا وبنات قطر ما شاء الله تبارك الرحمن كلهم يشاركون، كل واحدة عندها شيء تشارك معانا في الرحلة. يعني هذا الورد من بنات قطريات عندهم محلات ورد، المحاضرات بنات قطريات عندهم محاضرات، يعطوك محاضرات، ألعاب نفس بنات قطريات، مدرسات يجونش من نفسهم يعني يبادرون من غير أي شيء يساعدون، فيسوي لهم ألعاب، أنشطة، فيصير في حركة، في طاقة، في تصفية ذهن، مشاركة، وشيء وايد ممتاز. طيب بداية الحوار أستاذة نورة تكلمنا عن أن أنت خصصتي بداية هالرحلات للعنصر النسائي، صح. كيف كان تجاوب بعض العائلات لمثلا سفر بناتهم أو خواتهم في مثل هالرحلات؟ في البداية كان في تعارض كبير، صحيح. يعني لجد كانوا يتصلون فيني ويهاوشوني بعض السيدات اللي عندهم نمط معين يعني في الفكر، بدون ذكر، فكانوا يعارضون جدا حكاية السفر الخارجي من غير محرم وكذا. بس بحكم احنا تنظيمنا للرحلات، لما ابدا اشرح لهم شلون تنظيمي للرحله هم يقتنعون. في بعض الابهات يتصلون فيني، يعني تقول بنت بتسافر والاب معارض، فيتصل الاب يسال شلون رحلاتكم، شو تسوون، شو تعطون. لما ابدا اشرح له طريقه نفر الرحله يقول خذيها معك، يصبح عنده فضول، يقول خذيها. فلان لو اشرح تنظيم طريقه تنظيم احنا، يعني انا اول شيء افكر فيه الشركه اللي بتعاون معاها، دائما في تواصل بيني وبين سفارة قطر في البلد اللي موجودة، هذه لازم أتواصل مع العلاقات العامة أو مع السكرتارية في السفارة وأعطيه اسم الشركة، فتشوف للشركة هل هذه مثلا وهمية أو شركة شلون نوعيتها جيدة أو لا، فأعطيهم صور الجوازات البنات يكون عندهم للأمان، أعطيهم البرنامج اللي احنا بنروحه، فهل أقول المسار اللي احنا بنروحه في البرنامج في أمان أو لا للبنات، أسماء الفنادق لازم تكون كلها 5 ستار، فأكون مطمئنة من هالناحية، لأنها مسؤولية في النهاية. مسؤولية السيدات، شوفي النساء مسؤولية كبيرة فعلاً. أنت بتتكلمين عن العوائل، بقولش معلش هذه معها أبوها أخوها ومسؤول عنها، بس لما تكون فقط نساء وأطفال فتحسين مسؤولية كبيرة. وفي كل رحلة لازم أطلع أنا وياهم، يعني ما أطلعش مثلاً أحد إذا مرشدة أنا واثقة فيها ومتعلمة مني تحت يدي تعرفتون أسلوبي تطلع وياهم، أذروايز لا أنا اللي لازم أطلع. ممتاز. أعتقد مثل هذه الأمور تشكل أهمية بشكل كبير خصوصا لعائلاتنا وطريقة التفكير عندنا. زين نرجع شوي للسياحة الداخلية، تكلمت عن السفر، نرجع شوي لموضوع الصراحة اللي شد الكثير. عندك رحلات أو نظمت رحلات غوص في البحر مع الدلافين والحيتان في الدوحة، شو تشوفين الإقبال على مثل هذا النوع من الرحلات؟ هذه الرحلات اللي بالذات اللي ناس تهاوشنا. واحدة قالت أنا راح أشتكي عليكم. ليش؟ لأن أنتم تطلعونا. قلت لها مش بيدنا، هذه سيزن وهذه أعداد محدودة، إحنا ما نقدر، لأن إحنا تحت الهيئة العامة المجلس الأعلى للسياحة، لأنه يعطينا قوانين معينة وعدد معين من الرحلات تحت البيئة، إحنا يعني في جهات معينة إحنا نتبعها، ومو على كيف إن أنا أقول بطلعكم والعدد الكبير، وإحنا تحت جائحة كورونا يعني الأعداد تكون قليلة،
صح. لما تطلعين كل يوم رحلة مسافة يعني لحقل الشمال مسافة مش قريبة، بعيدة 80 كيلو تروحين مسافة بعيدة وعمق بحر عميق، ولازم تاخذين احترازاتك وكل اشياء السيفتي، ولازم يكون معك جارد يعني واحد يكون عارف السباحه ماخذ لايسنس عشان الحمايه سبحان الله. فامور تجهيزات وايده من الباك جراوند ما يعرفونها شلون نجهز احنا، فهم يعني يبون يروحون ويشوفون الشيء وعاجبهم زعلانين يبون يروحون. انا بالعكس انا ودي اطلع كل قطر صحيح. يعني سواء شباب بنات من ما يكون ودي أطلعهم، بس أنا بعد يعني ملزمة في ليمت معين في أعداد محددة في وقت محدد. فهالسياحة يعني وايد حلوة في قطر إن تشوفين حيتان في الدوحة، فهي السياحة صيفية حلوة ودلافين يعني، وممكن ينزلون يسبحون مع الحيتان يسبحون ويصورون. استاذة نورة انت اذا اخذتيهم كلهم في هالرحله السياحيه غير انه بيكون على القارب او على البوت او دايفنج، مش لازم ان تتاكدون ان هذه الاشخاص قادره على السباحه؟ فعلا ما حد ينزل الا اللي عارف يسبح. وغير ان شلون تتاكدون؟ تعطوهم صفوف او تعطونهم؟ لا 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 احنا قبل ما تيني تقول انا وحده اسبح، في توقيع عقود توقع العقد ان هي مسؤوله عن نفسها ان هي تعرف تسبح. اما اذا ما تعرف تسبح وقعت ان مثلا انا اعرف اسبح هي ما تعرف تسبح تتحمل مسؤوليتها لان في عقود عندنا، فهذه ملزمه فيها الشروط. غير ان احنا بعد عندنا واحد يكون يعني مدرب سباحه لازم يكون نازل تحت، وما ننزلهم كلهم، ننزل ثنتين بس ينزلون ويشوفوا يصورون ويرجعون المركب. كم مده الرحله تقريبا؟ تاخذ يمكن 8 ساعات او 9 ساعات تطلع ويلا. من الصبح ترجع الساعه 3 العصر، والحيتان ما تطلع على طول يعني لازم أوقات معينة. الأوقات معينة من تبدأ من 10:30 لغاية الساعة 2، فما لها وقت محدد، فتم أنت تضطر تقعد تدور وتطالع لين يطلع ما تعرف فجأة إلا كل الحيتان طالعت لك سبحان الله. 40-50-60 حوت ما تعرف طالعين فجأة ما شاء الله. وفي أماكن فيها دلافين، الدلافين شقية حلوة تحب نلحقها، وطبعا ما نقدر نسبح مع دلافين طبعاً لأن شوي مستوحشة، بس تشوفها من الطراد واحنا نمشي تمشي معانا، لان الدلفين يحب الويفز الماي فيحب يحب صوت القارب ايوه فيحب يسبح معاه. نعم. فتشوفين الدلافين حوالينا في المركب تسبح حوالينا، فشيء وايد حلو ممتع. بتجرب هذا اللي قاعد تقول لازم توعدنا، لان انا وعدتكم برحله ان شاء الله. لان انا استاذه كل ما فتحنا موضوع في حلقاتنا يخص السياحه يطرى على بالي الجزيره البنفسجيه اللي ما ادري متى بنزورها. بيربل ايلاند اوديج. احنا عندنا اللي اسمه حاليا بدينا شيء جديد طبعا، ولا شركه فانا اول مره اعلنها لكم حصريا، ولا شركه حصريا في عندها حصريا جايبين بس. احنا الكياك الشفاف ترانسبيرنج يعني لما تقعدين في الكياك تشوفين تحتك البحر، فهاي جايبينه وجبنا معانا قارب دائري فيه حق افتر نون تي حق باربيكيو. هذه ممكن يعني على كهرباء تروحين فيه في عند البيربل ايلاند تتمشين في القارب تكون معك وحده، العصاري تتغدون الظهر او في العشاء في الليل تتعشون، ويكون باربيكيو لايف جروب بنات حق 8 اشخاص. حلو. جبنا قارب على كياك واحد. نعم لا لا مش كياك، هذه قارب دائري. اوكي مثل الكياك بس قارب دائري، هذه في وسط طاوله حق الباربيكيو او ممكن حق افتر نون تي او حق جلسه حق 8 اشخاص بالكهرباء، ممكن تلف فيه في منطقه المانجروف كامل، خذك ساعه لفه وترجع فيها. وفي عندنا قارب بعد جايبينه حق السواح اللي حابين يشوفون المكان يخافون من الكياك ويخافون من كل شغله، فقارب مثل الباص يقعدون فيه واحنا نلففهم المنطقه كلها ونرجع. بس انا الحين قاعد الاحظه معليش يعني كل المواضيع حق البنات، وين الشباب في الموضوع؟ لا احنا فتحنا عوائل الشباب ما يحتاجون في بلادهم احنا نطلعهم. لا بس عفوا مثل هذه فكره القارب الصراحه هذه ممكن اجل هذه عام. لا احنا بالنسبه للكياك والقارب ذي هذه عام حق اللي يبي، سواء يعني احنا نسوي جروبات للسيدات بس احنا عندنا طول الاسبوع يعني اي حد من الشباب حاب يطلع ياجر ما عندنا مشكله، شباب جروب ربع مع بعض يطلعون او عوائل تطلع عيله كامله ما عندنا مشكله. نعم. في بعض الرحلات نخليها احنا عام، وفي بعض الرحلات لا تكون سيدات. ما نتحدث عن البحر ولا زلنا في اجواء البحر وقوارب البحر، يمكن الكياك احد الرياضات اللي منتشره بشكل كبير في الدوحه، ولكن خلينا نشوف الكياك ووضعه في السياحه العالميه. نتابع واحدة من الرياضات المائية الأكثر انتشاراً في العالم بفضل قلة تكاليفها ومتعة ممارستها، أصبحت الكاياك ملجأً لعشاق المتعة على المسطحات المائية.
مجرد قارب صغير يزيد طوله عن 5 أمتار بالنسبة للاستعمال الفردي، أو 6 أمتار للثنائي، أو 11 مترا للاستعمال الرباعي، بالإضافة إلى المجاديف ستكون كافية لك للإبحار عبر الكاياك. تاريخيا يعود الفضل في ظهور الكاياك إلى صيادي الأينو والإسكيمو في مناطق شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية بهدف تلبية احتياجاتهم للصيد في الأنهار والوديان. قبل أن ينتقل الكاياك ليصبح رياضة قائمة بذاتها في بريطانيا وعدد من البلدان الأوروبية ومصدرا لجذب السياح وهواة التحديات المائية في مناطق أخرى من العالم. على صعيد المنافسات، يعتبر الفرنسي سيدريك جولي بطل آخر نسخة من بطولة العالم للكانوي كاياك والتي أقيمت بسلالوم الإسبانية. سياحيا يعد منتزه كومودو الإندونيسي بالإضافة إلى عشرات الجزر الأخرى عبر العالم من أبرز المناطق التي لا يمكن الوصول إليها سوى عن طريق قوارب الكاياك البحرية. وبين الحاجة التاريخية التي كانت أماً للابتكار ومتعة الممارسة في وقتنا الراهن، تتربع رياضة الكاياك على عرش السياحة الرياضية كواحدة من التخصصات المفضلة لعشاق المتعة المائية. إذن تابعنا وإياكم هذا التقرير ليتحدث عن الكاياك اللي صراحة منتشر بشكل كبير في الخارج، ويمكن في هذا الصيف بالذات صار ترند أيضا الكاياك في الدوحة. شفنا في كل مكان اللؤلؤة، شفنا الكل في الدوحة أصبح عنده كاياك وأصبح محترف في الكاياك. سبحان الله، هي رحلة ممتعة، تدرين تصفية الذهن لما تسوين كاياك وتشوفين الطبيعة، لأن إحنا عندنا في البيربل آيلاند في فلامينجو، يعني في مواسم الشتاء يجينا الفلامينجو البطل البري كبيره في المنطقه هناك. لا ما صدق فلامينجو في الدوحه، في فلامينجو في والله ما صدق في البيربل ايلاند في فلامينجو تشوفينهم هناك، والجسمه والبطل البري وذي كلها في الشتاء، فلما الناس تروح تسوي كاياك تشوف هالمناظر وايد حلوه. صحيح بالفعل. اكيد. طيب خلينا بس نذكر ان في كثير من السياح لما يزورون الدوحه بالتحديد يعني يختارون اماكن معينه يروحون لها، هل باقي هم يعني متمسكين في أنهم يشوفون الثقافة والأماكن التراثية، ولا بس يختارون الأماكن الجديدة؟ شوية هو ممكن عدد الشركات شوية قليلة في قطار للسياحة، والشركات الموجودة يعني مهتمة في أماكن معينة بحيث أن يسهل عليها السياحة، لأن السواح اللي يجون يمكن يجون ترانزيت أغلبهم، فعندهم يوم واحد أو يومين فيركزون هم على سيلاين عشان الفاشندون يستمتعون يطعصون ويروحون، أو سوق واقف أو كتارة كتراث يشوفون تراث البلد. نعم. فيمكن يعني بعض الشركات ما يعني تتحرك أكثر، وأنا أطالبهم يعني من المنبر أن تسوي رحلات أكثر في الدولة، لازم يطلعون الشمال، لازم يروحون شاي صوب دخان، زكريت، محميات، يروحون صوب سلوى، ففي عندنا وايد أماكن سياحية. بس يمكن هالأماكن اللي تذكرينها أنت يعني مش أي حد يعرفها، أو في أماكن معينة مثلاً مثل ما رحتوا أنتوا في الشمال ولا غيره، في أماكن هالقطر هم اللي يعرفونها. هالقطر صح. وهني يمكن الفكرة اللي توصل. يعني أغلب الشركات لما أنت أجنبية. شلون تقدر تسوق مع الأماكن وتقدر تسوي سياحة داخلية يشرف عليها مثل مثال يعني يمكن خير مثال يحتذى به، أن أنت تقدرين توصلين الفكرة السياحية الموجودة بالثقافة الموجودة عندنا إلى السياحة الداخلية أو المجتمع الداخلي. صحيح. أو القادم من الخارج. وأنا عشان كذي اضطريت إني حتى آخذ لايسنس تور جايد. برافو. فصرت أنا أول قطرية ما أخذ تور جايد إني أساس إني أكون مرشدة حق السواح اللي يجون من برا. برافو عليك أستاذة نورة. أستاذة نورة، هل في تعاون مع جهات معينة عند تنسيق هذه الرحلات، نفس طلاب الجامعات أو إلى آخره؟ في عندنا بعض المدارس، الوزارات، مؤسسات الجامعات، طبعاً حنسوي لهم رحلات، بس بعد الجائحة طبعاً كل وقف الحين طبعاً يخافون. صحيح. بس إن شاء الله بإذن الله يعني
تروح الغمة قريب إن شاء الله وترجع الحين لطبيعتها وترجع السياحة. أنا معنا في سياحة الحين بس فردية نعتبرها، ما نعتبرها من مؤسسات أو شركات أو وزارات. اقتصاديا ذكرت إن أنتم قاعدين تنشطون الاقتصاد بينكم، تختارون أماكن مختلفة كل بعد فترة، لكن من الجانب الآخر هل أنتم تحصلون مثلا على أسعار معينة، خصومات معينة يساعدونكم في إن أنتم مثلا توصلون لكل اللي تبونه بس بسعر مناسب واقتصادي؟ والله فيه، ما يعني الصراحة فيه بعض الفنادق يعطوك أسعار معينة بحكم بعد الحين يعني السياحة الخارجية قلت، ما كان في سياحة بس داخلية، فعشان يشجعونهم يعطونا أسعار مناسبة، يعطونا خصومات. كثير ناس يسوون لنا سبونسر، التاجرات عندنا، المحلات يسوون لنا سبونسر، يعطونا يقدمون هدايا نقدمها إحنا حق اللي يشاركون ويانا، والفنادق تسوي خصومات بشكل عام، دائما خصومات، المطاعم خصومات، فشيء وايد حلو يعني. حلو. في دعم فعلا، في دعم من الدوحة الموجودين. اليوم صارت عاصمة الرياضة وكثير سياح يجونا في أوقات البطولات الرياضية والمناسبات الرياضية، فيصير عندنا كثير من السياح الرياضيين. فبالنسبة للسياح الرياضيين والقطاع الرياضي كيف تطور مع تطور احنا السياحة؟ نحاول نتواصل مع إرث قطر أن نسوي بعد سياحة الملاعب، أن يزورون الملاعب، يشوفون الملاعب اللي عندنا موجودة، تصاميمنا فريدة فعلاً. وايد حلوة. فحن التيم اللي عندي حاول يتواصل بحيث ننظم يعني سياحة أو زيارة للملاعب الموجودة. في ناس ممكن اللي يجي وقت الأولمبيات ما يقدرون يروحون، بس يكونون على الأقل شافوا الملعب، استمتعوا بشكله، ولما تيجي المباراة يتذكرون إن إحنا دخلنا الملعب وشفناه وعرفنا شو شكله. فعلاً صحيح. بدأت النساء يعني، في نساء يحبون يشوفون الأشياء، يمكن يعني أوقات يعني وقت الأولمبيات ما يقدرون يروحون أو كذا، فممكن إحنا يشوفون يستمتعون بالشكل. فعلاً الملعب. إحنا مرات لما نغطي بطولات خلال كأس الخليج لما كنا نحضر في الملعب كنا ننبهر. يعني كنت أقول معقولة الشباب يشوفون هذا كله؟ يعني كان شيء مرة جميل. ما يشوفونه، فإحنا نحب إن يعني نتجسلهم سياحة الملاعب، سياحة رياضية. فقاعدين الفريق اللي عندي تواصل على الحين إن شاء الله وتنزل قريب هذه الخطة هذه. بالنسبة لكم وش مخططاتكم المستقبلية واللي ممكن نضيفونها لشركتكم؟ مخططاتنا المستقبلية والله شيء حصرية نحن بعطيكم إياه، إن إحنا الأخبار حصرية. إيه حصرية حق الكاس، سبحان الله حظكم أنت اليوم. تبنا متعاقدة مع زلال، منتجع زلال إن شاء الله، إن إحنا بيكون في تعاون بيننا وبين زلال للجروبات سياحية. التذكير هذا طبعا منتجع جديد زلال إن شاء الله. بيفتح شهر 12 إن شاء الله بإذن الواحد الأحد، وبتكون في تعاون كبير بيننا وبين المنتجع بإذن الله تعالى. للأمانة حديث جدا شيق، ولو إن كان كله عن النساء عادي ما عليه هالمرة، في شوية رجال كل يوم كرة وكل يوم مواضيعكم، خلي اليوم موضوعنا أكثر واحدة مستانسة توازن الكرة اليوم. شكرا جزيلا لك سيدة والعامري، للأمانة استمتعنا معك في هذا الحديث، ولنا إن شاء الله ملتقيات ثانية ونشوفكم في التقدم إلى تقدم إن شاء الله. شكرا جزيلا. ننتقل مع مشاهدينا إلى تقرير حول القميص الجديد مع شركة Under Armour، خلينا نشوف هذا التقرير. مثل إبرام عقد الرعاية مع أسطورة الفن نبيل محمد علي كلاي صفقة مدوية وخطوة تسويقية رائدة لشركة أندر آرمور الأمريكية لمزيد من الترويج لمنتجاتها في عالم المنسوجات الرياضية. هذه الصفقة المبرمة مع أشهر الملاكمين تؤكد سياسة الشركة التي روجت لقميصها هيت جير كأحد أفضل المنتوجات المناسبة للرياضيين في الأسواق من حيث القدرة على امتصاص ضغط التدريبات ومجهودات الأنشطة البدنية، على غرار انتشار هذا الزي في معسكرات الأندية والمنتخبات للعبة كرة القدم الأمريكية. تذكر الشركة في الجذذة التعريفية الخاصة بهذا القميص بأن نسيجه متين وخفيف الوزن، كما يؤمن عملية تهوية مثالية، ما يساهم في منح قدرة أكبر لدى الرياضيين لتحمل ضغط وأعباء التدريبات الشاقة. يتميز التصميم المريح للقميص بمواصفات فائقة الجودة لمقاومة تآكل النسيج الناجمة عن التمارين الشاقة، كما لا تؤثر متانته على مرونة التحرك في مختلف الاتجاهات. الدعاية الخاصة بهذا المنتوج على شبكة العنكبوتية تؤكد بأن قميصها مصمم للرجال النشطين الذين يفتخرون بتدريباتهم، وأنه مانع لأي روائح باقية للعرق أو أثناء التمرين. تقنية هيت جير هي نظام نقل للرطوبة للجزء العلوي ليوقي العرق والتعرق بعيداً عن الجلد والجذع، كما يوفر حماية من أشعة الشمس الضارة
ويحافظ على البشرة آمنة وخالية من حروقها، وهو ما يمثل علامة فارقة واختيارا مثاليا للمهووسين بالملابس الرياضية. إذن تابعنا وياكم مشاهدينا هذا التقرير اللي يتحدث عن أحد الفنايل أو التيشيرتات اللي تقوم فيها شركة أندر أرمر. للأمانة هي متميزة ومسوية سبونسر حق الكثير من النجوم العالميين، منهم النجم العالمي ذا روك اللي مثل ما نعرفه باسم ذا روك، هو يمكن السفير أو الأمباسدر حق هذه الشركة. عموما مشاهدينا ننتقل من فقراتنا إلى جولة السوشيال ميديا الخاصة بأبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عالميا بالمغامرة مايا جابيرا، والتي كادت أن تفارق الحياة العام الماضي عند ركوبها الأمواج، لكنها عادت لممارسة هواياتها محطمة رقما قياسيا في سجل السيدات بركوبها موجة بطول 73 قدما ونصف القدم. نتابع. صفحة مجلة الإكيب الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشرت فيديو وأرفقته بتعليق: هذه لعبة نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني الجديدة، فيما يبدو أنهم اخترعوا لعبة جديدة للتسلية والترفيه بمقر إقامتهم بأحد الفنادق. مينوركا أحد جزر البالير الإسبانية عاشت على واقع إحدى مراحل الجولة العالمية لرياضة البادل أو البادل التي تمزج بين التنس والسكواش وتحظى بشعبية كبيرة في شبه الجزيرة الإيبيرية وأمريكا اللاتينية. صفحة ماركا الإسبانية على الفيسبوك تداولت هذا المقطع اللي إحدى أجمل النقاط المسجلة خلال الدور نصف النهائي. صفحة جول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قامت بمشاركة نشر فيديو إعلان شركة بوما للملابس والأجهزة الرياضية وأرفقتها بتعليق: أنتوان غريزمان النجم الفرنسي لبرشلونة الإسباني يعشق حذائه الجديد. Llevo ya casi 10 años con Puma y ha sido es parecida a Evo Speed, mi bota preferida, y pues ahora estoy muy feliz de llevarlas de nuevo y me siento más ligero, los pasos más rápidos y luego pues mejor el tacto con el balón. Para mí es la bota perfecta. إلى هنا نصل لختام هذه الجولة ونستكمل بقية فقراتنا في برنامج ثنتين نص مع الزميلات. اليوم مش عندنا بعد؟ نعم بالفعل عندنا لقطة اليوم يا ناصر. خلينا نشوف الصورة اليوم، مش لقطة مش فيديو، صورة. خلينا نشوفها مع مشاهدينا ونرجع بنعقب عليها بعد ما تشوفونها. شفنا وجود المشجعين وهم ظاهر كانوا بردانين بزيادة، هذا يدل على وجود التقنية العالية والتطور في ملاعب الدوحة، فكان التكييف عالي الظاهر. الظاهر مزايدين شوية هنا الصراحة أمس في الليل. سبحان الله، لأن حر 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 أو برد برد برد، سبحان الله. يمكن هذا يمكن أيضا انعكس على الأداء اللي شفناه في الملاعب. الكثير من الفرق اللي جات من برا متعودة أنها تلعب في الحر، متعودة أنها تلعب يمكن في شهر 6 و7 الأجواء حارة في دول آسيا، ولكن شفنا تغيير كبير حصل لما جو هنا في الدوحة وشافوا لعبوا في ملاعب مكيفة، والحمد لله أعتقد هذه الإضافة بالنسبة لأي استضافة عالمية أن نكون جاهزين في الصيف أو في الشتاء. شافوا أن احنا على كامل الاستعداد دائما وأبدا. لما أنا اليوم مواضيعنا جدا جميلة، خصوصا الموضوع النسائي
أو السياحة الداخلية الخاصة بالنساء، ولكن أنت لكم السفر في الخارج، إحنا لنا السياحة الداخلية عادي. لا ما السياحة الداخلية في الفترة الأخيرة يمكن مع كورونا أريج تطورات بشكل كبير، قمنا نشوف أشياء جديدة ورب ضارة النافعة سبحان الله، جائحة كورونا من جهة وقامت تنعكس والناس قاموا يحطون جهدهم وقاموا يستثمرون سواء في نفسهم أو في السياحة أو في المجتمع. كل القطاعات استفادت، قطاع اقتصادي وسياحي على كل القطاعات. أكيد بالفعل وصلنا لختام الحلقة يا ناصر. بالفعل أنا اللي بختم. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم لبرنامج 2:30، نتمنى أن تكون نالت إعجابكم، الفقرات كانت من ذوقكم، ونشوفكم في فقرة وفي حلقة جديدة من برنامج 2:30 إن شاء الله بكرة. إلى اللقاء.